السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حنواصل اليوم في الشابتر الثالث اللي هو عنوانه Equilibrium of Rigid Bodies. في الشابتر هذا حنواصل بالمحاضرة رقم 4. خلال المحاضرة هذه حنشوف Statically Determined Reactions، حنشوف مثال ثاني على ذلك. حنبدأ بأول شيء بشرح شو معنى كلمة Statically Undetermined Reactions. مثلا لو ناخذ المثال هذا، في المثال هذا عنا ثلاثة قوى، اللي هي الـ P والـ Q والـ S. هي ثلاثة قوى يعني معلومة، لكن إيش المش معلوم؟ اللي هي الـ Supports يعني مدعمات في الـ A وفي الـ B. طبعا من خلال الرسمة هذه نلاحظ أنه في الـ A والـ B في pin، بما أنه في pin يعني كل قوة حنعوضها بقوتين، اللي هي قوة عمودية وقوة أفقية. يعني القوتين هذا من الـ AX والـ AY نفس الشيء، الـ BX والـ BY تعتبر مجاهيل يعني غير معلومة. علشان يكون الجسم هذا في حالة اتزان وهو موجود في البلان، يعني عندي أربعة مجاهيل. لكن عارفين أنه لما يكون في البلان يعني في 2D لازم يكونوا ثلاثة معادلات، لكن هنا عندنا أربعة، يعني أربعة مجاهيل. يعني عندي عدد المجاهيل أكبر، يعني أربعة مجاهيل اللي هو أكبر من ثلاثة equations. يعني الحالة هذه بيعتبر undetermined، يعني لا يمكن أن نجيب كل المعادلات، بنسميها statically undetermined. نشوف الحالة الثانية، نفس الشيء ثلاثة قوى هذه معلومة، قيمتها معلومة، لكن غيرنا الconnection هنا support، غيرناها برولر، واحنا عارفين انه في الرولر كل قوة كل connection نعوض بقوة واحدة. الحين اصبحت المجاهيل اثنين، يعني اللي هو اقل من 3 اللي هو عدد الكويشنز في البلان. في الحالة هذه يعني يكون عدد المجاهيل أقل من عدد الكويشنز، يعني بتكون determined، يعني يمكن نجيب المجاهيل. هذا هو الفرق ما بين undetermined و determined. هنا undetermined لأنه عدد المجاهيل أكثر من ثلاثة، وهذه determined لأنه عدد المجاهيل أقل من ثلاثة. آخر حالة اللي هنا حنضيف connection في الـ A اللي هو roller، يعني حيصبح عندي ثلاثة مجاهيل. طبعا هذه كلها معلومة، القوة هذه كلها معلومة زي ما شفنا في البداية. يعني أصبح عندي كم؟ أصبح عندي ثلاثة مجاهيل تساوي ثلاثة اللي هو عدد الكويشنز في البلان، يعني أصبح equal number unknowns and questions. في الحالة هذه طبعا يساوي بيكون determined. يعني متى بيكون determined؟ بيكون determined إذا كان عدد المجاهيل يساوي عدد المعادلات. أما إذا كان عدد المجاهيل أكثر من عدد المعادلات اللي هو ثلاثة طبعا لأنه في البلان، بيعتبر يعني undetermined. هذه هي القاعدة الأساسية. حنشوف الأمثلة هذه. حنبدأ من المثال الأول. مثلا في المثال الأول، في الحالة هذه كل القوى هذه هي معطى يعني معلومة. يعني بنشوف الـ connection support. في الـ A عندي pin، بما أنه pin يعني حيكونوا قوتين، قوة عمودية وقوة أفقية، وهنا قوة الشد بتاع الكيبل هذه بتكون يعني في الاتجاه هذا. كم المجهول؟ ثلاثة مجاهيل، منه ثلاثة مجاهيل وعدد المعادلات هي ثلاثة، يعني بيكون determined. في الحالة الثانية هنا عنا بين، يعني حيكونوا قوتين، وهنا قوة واحدة، وهنا قوة واحدة، يعني بيصبحوا أربعة قوة. أربعة قوة يعني بتكون أكثر من ثلاثة، بيكون undetermined. في الحالة الثالثة هنا عنا رولر، يعني قوة واحدة، وهنا قوة واحدة، يعني حيكونوا قوتين أقل من ثلاثة، حيكون determined. في الحالة الرابعة هذه هنا رولر حيكون قوة، وهنا قوة الشد قوة واحدة، لكن هنا فيه قوة واحدة طبعا، لكن هذه منحنية، يعني حيكون عندها two components على المحاور x y. حنحسبهم هذا قوتين ما بقوة واحدة، يعني هذا قوتين، والقوة هذه والقوة هذه بيصبحوا أربع قوى، أربع أكثر من ثلاثة، يعني بتكون undetermined. بالنسبة للحالة الخامسة هنا عندنا قوة وهنا قوة، قوتين يعني بيكون undetermined. الحالة هذه نفس الشيء، بيكونوا قوتين، يعني القوتين هذا حيكونوا في الاتجاه هذا، وهنا قوة بيكونوا ثلاثة، بتكون determined. في الحالة السابعة تكون هذه قوة وهذه قوة، بيكونوا أقل من ثلاثة، بتكون determined. في الحالة هذه نفس الشيء، بيكونوا قوتين، هنا قوة وهنا قوة، بيكونوا أربعة، بتكونوا undetermined. يعني هذه مختلف الأمثلة اللي نشرح بها شو معنى statically determined و statically undetermined. طيب نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في المحاضرة الجاية بنواصل بقية الشرح.